بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربي إن مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لقد ابتلينا في أهلنا وأحبابنا. خاوتنا إحنا أولاد حي بن عاشور ولاية البوليدة. راحوا لنا أحبابنا راحوا حربوا. كما على بالكم قاع نورمال سمعتوا بهم أولاد بليدة راهم جزائريين كيما نتوما. راهم ما بانوش خاوتنا اليوم عندهم 8 أيام. يوم 9 أيام خرجوا نهار 3 سمانة اللي فاتت تاريخ شحال 3 ديسمبر 2024 سبتمبر 2024 راهم ما بانوش لحد الآن لحد الساعة. قدمنا البلاغ للسلطات إن شاء الله تكون قامت بالواجب تاعها. إن شاء الله ورانا نطالبوا إن شاء الله. مازال رانا مكويين خاوتنا والله غير رانا مكويين. احنا احبابنا وشو كفارانا ما ادراك الاهل تاعهم وودي. ان شاء الله خاوتي عاونونا بالبارطاج عاونونا بالبارطاج. وش ربي ما تشوف لا الوش وش حتى واحد يشوف الوش ربي. خاطر رانا محروقين والله غير رانا محروقين. خاوتي لي يعرف هذو تصاور هذوما الحراقه انا واحد من خو من هذوما كاين 14 واحد هذو اللي راهم ديسباري ما بانوا لا لهيه لا هنا في البحر ما كاش. هذا واحد هذا الزاوج خليها طولت شويه شويه. هذا تاع الجزائر هذا اللي يسكن في الش. هذا هو خويا هادف عبد الرزاق هذا في اللوسه. هذا واحد منهم. هذا اخونا اسماعيل قد جاء هذا عبد الحق نوارات وهذا محمد رباح. كاين سيد احمد مطرزني. السلام عليكم خاوتي. هذا اخوه راهو يرجف واحد يا ما حارك يما صوتك على بابا علي علي صوتك اختو دارهم كيفاش راهم. هذا اخوه راهو يرجف راجل. احنا مدابينا لا ماري تخدم خدمتها تحوس لنا على هذوما. راهم ماشي واحد ولا زوج وكاع صغار ما كاش اللي يفوت فيهم 30 سنه يحوسون كاع صغار. لا ماري تخدم خدمتها برك تحوس لنا عليهم حيين يقولوا لنا ميتين يقولوا لنا نعرف ولادنا وين راهم. هذا واش كاين هذا واش شوفوا لنا ولادنا وين راهم. هذا واش كاين بعد 9 أيام او مفقودين. فهذا نداء إلى أعلى جهة في البلاد إلى السلطات إلى من يريد أن يفرج هذه الكربة إلى من يريد أن يفرج هذه الحرقة عن أمهات هؤلاء المفقودين. نطلب منكم رجاء الإنسان اللي يقدر يساعد اللي يقدر يتوسط اللي يقدر يفرج هذه الحرقة وهذه الكربة عن هؤلاء الآباء. أيماهم الآن محروقة أباءهم محروقين. خوتنا هذا لم تكن تصور مفقودين 9 أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا عليهم خبر الخير إن شاء الله. فلا تبخلوا سيضعون إن شاء الله الأرقام نتاعهم أو الأرقام تاع الآباء نتاعهم في الفيديو هذا وإن شاء الله تدلوا على الخير كفاعله أو له مثل أجر فاعله. بارك الله فيك. شكرا. هذو أولادنا إن شاء الله ربي يسمعنا عليهم خير. وهذو خالتنا كامل وكاع الشباب إن شاء الله.